حجر ثقيل وقع على ذيل احد الثعالب فما قدر يتحرك لذلك قطع ذيله. فشاف ثعلب ثاني قال هاي يا معود هاي ليش قاطع ذيلك؟ قال له قمت احس روحي خفيف وهيك طاير بالهواء والموضوع كلش ممتع. فخلاه يقطع ذيله. فمن حس بالم قوي ما حس بالمتعه اللي وصف له اياه. قال هاي ليش كذبت علي؟ قال له قابل اخلي العيب بيا وحدي واخليكم انت والباقيين تضحكون علي. فصاروا اثنينهم كل ما يشوفونهم ثعلب يقشمرونه ويقولوا له احنا متوانسين بقطع جزء من جسمنا، الى ان صار اغلب الثعالب عندهم هذا العيب، واصلا صار كل ما يشوفوا لهم ثعلب عنده ذيل وما عنده هذا العيب يستهزئون به. فبمناسبه العام الدراسي الجديد راح تصادف هواي طلاب عندهم عيب ونقص التزام، وراح يجمل لك طريق الخطا حتى تصير وياه ويرتاح ضميره ويصير الخطا هو الشيء السائد، واذا بقيت ملتزم وما راح تنجر وراهم راح يضحكون عليك. ها سلامتشي ها معقد دمشي صادق بنات ونتونس وياهن، تعال نسوي حفلات ورقص، تعال نغش وما نقرا، عم هي خربانه خربانه يعيش الشعب العراقي. وانت شكو بهالحجاب الزايد؟ وش دعوه هالثقل؟ شويه فكي، من يباوع لك؟ من يحبك؟ من يسوي وياك علاقه؟ لذلك دير بالكم تنجرون وراهم، اصلا انتم حاولوا تسحبوهم لجوكم. ومنو يبقى وياك بهذا تفكيرك؟ دوم وياي المهدي ما يهدني من الروح اقرب هو مني بالضراء ابدا ما تركني بالسراء دائم ذكرى حاضر